بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. نكمل معكم قراءة متن الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى مع الباب الرابع، ذكر بعض التنبيهات. قال الناظم رحمه الله: فرقيقا مستافلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الأليف، وهمز الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لاما لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولم، والميم من مخمصات ومن مرم، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدات والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوات اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن ساكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. علمنا من قبل أن صفة الاستفال حق، ومستحقها ترقيق الحرف المستفل، لذلك نبه هنا بقوله فرققا مستافلا من أحرفي، ثم قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف. والحقيقة أن هذا القول فيه قصور، لأن الألف لا توصف بترقيق ولا بتفخيم، ولكنها تتبع ما قبلها، فإن كان مفخما فخمت، وإن كان مرققا رققت. وقد يفهم من هذا النص أن الألف مرققة دائما، وهذا هو القصور كما بينا آنفا. الخلاصة أن الألف حرف مستفل، ولكنها تفخم إذا أتى قبلها مفخم، وترقق إذا أتى ما قبلها مرققا. قال الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي: والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف. ثم نبه الناظم رحمه الله على بعض الملاحظات، وهي: أولا، عدم تفخيم الهمز مطلقا نحو الحمد أعوذ اهدنا الله، لا نقول الحمد أعوذ اهدنا الله، هذا خطأ. ثانيا، عدم تفخيم اللام في مثل الكلمات الآتية: لله، لنا، وليتلطف، على الله، ولا الضالين. لا نقول وليتلطف أو على الله، غلط، هذا خطأ. ولا الضالين. إذن يجب مراعاة عدم تفخيم اللام. ثالثا، عدم تفخيم الميم من نحو كلمتي مخمصة، فلا نقول مخمصة نظرا لمجاورتهما الخاء المستعلية. مرض، فلا نقول مرض، ما مرض نظرا لمجاورتها الراء المفخمة، وهذا هو ما يسمى بتخليص الحروف. رابعا، عدم تفخيم الباء في نحو وبرق وباطل بهم بذي، فلا نقول وبرق با وباطل وباء بهم بذي بذي، هذا خطأ. خامسا، ثم بين رحمه الله الاهتمام بالشدة والجهر في الباء والجيم، وضرب أمثلة على ذلك كحب الصبر، بربوة اجتثت، حج الفجر. وبيان الشدة هنا هو حبس الصوت عند النطق بحرفي الباء والجيم كما بيناه في صفة الشدة. سادسا، كما بين الناظم عدم تفخيم حرف الحاء في مثل حصحص، فلا نقول حصحص أو أحط، لا، فلا نقول أحط الحق، فلا نقول الحق نظرا لمجاورتها لحرف مستعل بعدها. سابعا وأخيرا، نبه الناظم إلى ترقيق السين في الكلمات مستقيم، لا نقول مستقيم، يسطون، فلا نقول يسطون،
يسقون، لا نقول يسقون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة التبيان في ضبط متشابهات القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.